أشاد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالتوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لمواجهة فيروس كورونا كوفيد-19 وتوجيهات جلالته للتكفل بمصاريف جميع البحرينيين الموجودين في الخارج على إثر موضوع هذا الفيروس، وذلك ضمن إطار ما يليه جلالته أيده الله من حرص ومتابعة لكل ما يحفظ ويصون صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم وكرامتهم، مثمنا في هذا السياق المساعي الحثيثة والجهود الإنسانية والوطنية النبيلة التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله بروح فريق البحرين الواحد الذي يتكاتف ويتكامل فيه الجميع كل من موقعه ومسؤوليته لاتخاذ ما يلزم من التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية والطبية لمواجهة هذا الفيروس. وأكد المجلس في جلسته الاعتيادية التي انعقدت برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في هذا الصدد أن التعاون مع الجهات المختصة والالتزام بالتعليمات الصحية والتنظيمية الصادرة عنها واجب شرعا على الجميع، داعيا إلى التكافل والتضامن والتعاون بين الناس وعدم استغلال هذا الظرف بأي شكل من أشكال الاستغلال. كما أبدى المجلس دعمه وتأييده للإجراءات الاحترازية والوقائية المؤقتة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية الشقيقة لحماية المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف من هذا الفيروس ومنع انتشاره دفعا للضرر وحفظا للأنفس ومراعاة لصحة الجميع وسلامتهم. بعد ذلك اعتمد المجلس خططه وبرامجه للعامين القادمين 2021-2022 واطلع على تقديرات الميزانية التي أعدتها الأمانة العامة لتنفيذ تلك الخطط والبرامج في ضوء رسالة المجلس وأهدافه واختصاصاته. كما قدم سعادة الأمين العام للمجلس عرضا حول المناقصات العامة التي تم طرحها لتنفيذ المشروعات التي أقرها المجلس ضمن خطته لإعمار المساجد والجوامع، وقرر المجلس إحالة الموضوع على لجنة متابعة إنشاء الجوامع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.